السلام عليكم. في الفيديو اليوم ان شاء الله راح نسوي مع بعض بطاطس بالكريمة. طريقة مرة سهلة وطبق مرة لذيذ، فخلونا نبدأ. اول شيء راح احتاج البطاطس، طبعا اهم شيء بالوصفة هذه، فراح اقشره وقطع المكعبات تقريبا متوسط الحجم. بعد كذا بقدر على النار اضفت فيها موية ورشة ملح شوي تقريبا، وراح اضيف عليها البطاطس، راح اخليهم يسلقون تقريبا ربع ساعة. في الأثناء راح نبدأ نصلح الكريمة اللي عندنا. طبعا الكريمة هي طريقة البشاميل المعتادة، فراح أضيف زبدة لحد ما تذوب، ثم أضيف عليها الدقيق لحد ما يختلطون كلهم مع بعض ويطبخ الدقيق شوي. راح أضيف عليهم الحليب، الحليب يكون دافي. طبعا سويت لكم فيديو كامل عن تكنيك البشاميل وطريقة تصليحها، فراح أحط لكم في صندوق الوصف لو احتجتوا، لا ممكن تاخذون كم كذا تكنيك عشان تضبط معكم الكريمة بالضبط. بعد ما صار عندي الصوص جاهز وقوامه خفيف ومخلوط مره كويس، راح اضيف البهارات اللي هي ملح، فلفل اسود، بابريكا وفلفل مجروش. راح اخلطهم كلهم مع بعض، واخر شيء اختياري راح اضيف جبن. ممكن تضيفون جبن موزاريلا، انا افضل جبن البارميزان، فاضفت جبن بارميزان ورشيت رشه كزبره. حركتهم كلهم مع بعض وكذا الكريمه تكون عندنا جاهزه. الحين البطاطس عندي مسلوق وجاهز، راح أضيف على الكريمة وحركهم كلهم مع بعض. مهم أن البطاطس تطفون عن النار أو تشيلونه من الموية قبل لا يصير مرة مسلوق ومرة دايب، لأنه راح في الأخير راح يصير معجون عندكم وما راح تقدرون تخلطونه مع الكريمة. فربع ساعة كافية أشوفها. وبس بكي يكون الصوص عندنا جاهز، صوص الطبق عندنا جاهز. أشوفه طبق جانبي مرة لذيذ مع كذا صينية دجاج وخبز مفروض، تأكلونهم مع بعض بيجيكم طبق مرة حلو. فأتمنى أنكم حبيتوا الوصفة، قولوا لي رأيكم فيها تحت في التعليقات، والمقادير بالضبط كالعادة في صندوق الوصف. لا تنسون الاشتراك ولايك للفيديو. مع السلامة.